السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بالدرس 15 تصميم سيارة أودي تي تي. قبل ما نبلش بشرح لكم شغلة أنا عملتها. أنا حددت أجزاء كلياتها بصوت الحزف منها التربو سموث، بعدين حددتهم كلياتهم وأعطيتهم تربو سموث موحد، يعني هذا انستنس لكل واحد منهم، مشان إذا بدي مثلا قيمة تنعيم ما أختار وحدة وحدة، خلص من وحدة بعمل هيك وأم كلياتهم بيروح عندهم التنعيم، برجع بيرجع هيك عشان الوقت. يعني بهالدرس رح يكون ان شاء الله بسيط جدا لكن مهم اكيد، مشان نساوي الاطار الداخلي هون جوات، مشان يعني جوات الدالو حتى غطي الشكل الداخلي. حتى بلش فيه هذا بدي ارسم سفير، اي سفير رح ارسمها من السايد، بعدين راح اكبس اف 4 هون اشوف اضلاعها كتيرة. انا راح ارجعها تقريبا، خلينا نشوفها من هون كمان 14، ممكن اخليها 16. وهون او بنحذفهم عادي خلاص. هلا بنقول له كونفرت دبل بولي اكبس 4، راح احذف هذول، عفوا هذول، بعدين راح اخذ هذول كمان احذفهم، اكيد هذول كمان بهالشكل هذا، راح احذف هذول كمان، يصير عندي هذا الشكل. تعال نشوف بيرسبكتيف فيو، راح امسكه واعمل له فليب، تمام، انه هذا الشكل اللي بدي اشوفه. يعني هلا اذا اعطينا المادة، نحن عملناها تو سايد بتسكروا، اذا عملنا تو سايد فصار من ورا مخفية ومن جوا، هذا اللي بدي اياه. طيب راح نحط هون نظبط حجمه، او قبل او يلا معلش خلينا هلا نجربها دغري. اكيد راح نجي لهون ونطفي التربو سموث للكل، راح اعمله سكيل بالشكل، وشوي لفوق وهلا من هون كمان، طبعا حظبطه بعدين لسه بشكل ادق، لكن هلا هيك تمام بالنسبة لي. او خليني اخذ دغري نسخة، قبل ما اخذ نسخة مشان ما كتر على حالي شغل. طيب مباشرة هون دغري اكبس اف 3، راح اخذ هذول بس شيفت لعلمهم كلهم، اكبس ار مشان سكيل، شيفت عفوا، راح ارجع اعمل كنترول زد، كنترول زد مرة ثانية، شيفت سكيل بشكل مو كتير منيح هيك. واكيد اذا بنشوفه من هون كمان اف 3 نزل، لا انا ما بدي ينزل فراح ارفعه، راح اعمل له سكيل شوي لتحت بعدين نزله بهالشكل، بعدين راح فوته لبرا هيك لجوا عفوا، هذا هو. هلا يشوف اذا اعطيناه التربو سموث بس اف 3، راح شغل هون التنعيم، راح احاول احطه انا من يعني بحيث غطي هالاشكال هي، فراح اشتغل فيه يدويا. اول شي راح اطفي التنعيم، وهون كمان راح اجي اشتغل بدون ما يكون ناعم. طيب نبلش، اخذ هذول اعملهم فرض استقامي، كمان هذول فرض استقامي،
نشوفها من هون perspective view. طيب راح اشتغله هن الناعمين لحتى احصل على النتيجة النهائية ضروري مباشرة، ما اعذب حالي مرة ثانية. راح اشتغل soft selection وراح اقللها اكيد. soft selection اللي ما بيعرفها جدا اداة حلوة، يعني تعطي انه مثلا هلا اللون الاحمر اللي هي انا محدده النقطة الحمراء هي اكتر شيء تستجيب للامر اللي انا بعطيه اياه. كل ما اللون بيصير بتغير، مثلا اصفر شوي هون بخف بصير استجابته اقل بتدريج، مثلا برتقالي اصفر بخف اكتر، اخضر كتير، ازرق يعني يا دوب يستجيب لي. يعني شوف اذا حركت شلون، شايفين بتجيب حواليها النقاط لكن بشكل متناقص للاستجابة. راح نزلها هي لتحت لهون بس FR3 شوف اوضح. راح اجيبها لهون بالشكل هاد، راح اخذ هاي فيني حركه على اللوكل. هون مع كوني محدد نقطتين فراح تسبب لي مشاكل. طيب راح ارجع فيو ما حيأثر، خلاص بحركة يدويا. راح اركن اول شي من هون، بعدين راح اظبطهم بالسبكتيف فيو. هلا رح اظبط من هون الشكل، رح احدد من هون اسهل لي وحرك هون رد، احدد من هون حرك هون. نجي لهون هلا إذا صار عندي مثل هالمشكلة بدي اخذ هي مثلا نزلها احطها بهالشكل، وبالتالي هي كمان صار لازم نزلها شوي نضغط عليها، وهي راح تطلعها. F4. طيب شو بدي اسوي هلا؟ بدي اضيف حدودية. هرجع هون aim show end result F4 راح اعطي حدودية. اول شيء راح اعطي للاثنين الخطين بس يمكن استغني عن الخارجي. اول راح احط انا هلا اعطي الاثنين حاليا تمام، وراح احدد هون كمان تحت. شو رايكم؟ شوف كيف تطلع النتيجة. طبعا طفينا السوفت سيلكشن، راح نقول هلا تشامفر 0.03 خليه 4 نشوف كيف صارت. تمام مثل ما كنت متوقع بدها تطلع لبرا، فيمكن انا استغني عن الخط الخارجي او ممكن هلا اضبط النقاط.
تسلحي اكيد راح تأثر عندي فوق هون عشان اكيد كله راح فوت معها، ما بدي هالدرجة تكون ظاهرة انا كمان، فراح افوتهم الشكل هون. شوف اف 3 بس هون ما في غيره، ما في غيره. تمام بهالشكل. اكيد اذا جينا على بيفوت، اعدادات البيفوت هايركي، بعدين اخذنا افكت بيفوت اونلي وعملنا الاين كالعاده، اخذنا اي قطعه من السياره كل شيء اكس واي زد والبيفوت اوكي، قد رجعنا ونسخنا هذا كوبي، لا عفوا بدي انسخ السيمتري فبحدده كوبي بيست، راح نزله مع انه ماني مضطر بس راح نزله، اعمل على الزد عفوا واي كمان واي ما زبطيت، طيب كأنه ما زبطت ال زد هو صح لكن مشكلة ما طابق. طيب اذا بس واحد باخذ الميرور بسحب لهون برجع بيعمل فليب، راح طابقه انا هون نظريا بس اف 3 راح ارجع. لاحظوا هذا وين جاي بعد الخط تبع الدويره هي بشوي، يعني تجي هذا الخط الابيض لهون راح اسحب اسحب شوي تقديريا، يعني راح اقرب من هذا الخط التحتاني كمان هذا، فراح اربع بهالشكل هذا نشوفه من هون. تمام هلا ما راح تابع انا كمان لورا، راح نكبس هون عشان الغي تحديد الميرور خلص. من ورا كمان نفس الشيء انا راح اعملها بدون درس، شغلته بسيطه نفس العمليه من عيد هنيك، وان شاء الله بشوفكم بالدرس القادم درس 16 لنبلش باذن الله باضافات من المقدمه لورا. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هالدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.